تسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بحرمان جيل كامل من الطلاب من إكمال مسيرتهم التعليمية بعد تعطل الدراسة منذ بدء الحرب وحتى اللحظة، حتى أن كثيرا من الطلاب تغيرت مجرى حياتهم. قبل الحرب كنا نصحى نلبس أواعينا المدرسة ونروح على المدرسة مبسوطين إن نتعلم، نرجع بنروح على دروسنا التخصصية. مثلا أنا كنت أحب الرياضيات، بابا كان يعلمني الرياضيات، كنت أروح مثلا على مدرسة إنجليزي، كنت أخذ دورات بالإنجليزي، وبعدين كنت أرجع أنبسط مع صحباتي مع المعلمات. كنت عايشة حياتي قبل الحرب في المدرسة، وكان نفسي أصلا إنه أنا أطلع من بعد ما أطلع من المدرسة أدخل الجامعة وأدخل التخصص اللي أنا بدي إياه. ضاعت الأولى ثانوي بتأسسنا لتوجيهي. أنا كنت مركزة عليها وبدي يعني أجيب معدل كتير كويس، كان معدلي 95 في المدرسة وكنت كتير شاطرة. هلقيتها يعني أنا مش متذكرة إشي، أنا ليش إيش جبرني، أنا إيش عملت في الحرب؟ أنا نفسي أدرس، نفسي أروح على المدرسة ونفسي أروح الجامعة بعدين، ونفسي أدرس ونفسي أعيش زي الباقي اللي عايشين. أنا بتفرج على حالنا في غزة، هلقيتها فيش تعليم، مدارسنا راحت، فيش كتب، فيش أصلا قرطاسية في المكاتب ولا في المدارس. إن شاء الله إن شاء الله بتخلص الحرب وبنرجع وبدرس زي أول وبجيب معدلي اللي أنا بدي إياه صف عاشر. للشهر السابع على التوالي تستمر هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على كل قطاعات الحياة في قطاع غزة، ومن أبرز هذه القطاعات هو القطاع التعليمي، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 100 مدرسة وجامعة ودمرها بشكل كلي، إضافة إلى استهداف أكثر من 305 مدارس وجامعات استهدافها بشكل جزئي. نتحدث عن أكثر من 400 جامعة ومدرسة استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مركز. الاحتلال الإسرائيلي يعلم تماما أن القطاع التعليمي في قطاع غزة هو قطاع مهم للغاية، لذلك هو يريد إعدام كل معاني الحياة في قطاع غزة ومن ضمنها إعدام القطاع التعليمي. وهذا طبعا أثر بشكل سلبي على جيل كامل من أبنائنا. نحن نتحدث عن الشهر السابع على التوالي، الأطفال والطلاب وطلبة الجامعات والمدارس محرومون من التعليم، وهذا أثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا. حتى وإن توقفت الحرب الإسرائيلية على غزة فليس من السهل إعادة سير العملية التعليمية، وذلك بسبب حجم الدمار الذي لحق بالقطاع التعليمي، ما يجعل كابوس الأمية يلاحق أجيالا لسنوات عديدة. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.